بسم الله الرحمن الرحيم. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. أتحدث اليوم بصفتي كمواطن بصري وليس كمسؤول سياسي أو شاغل لمنصب تنفيذي في الدولة. فبعد أن استبشر الشعب العراقي خيرا بعد زوال الطاغية صدام وأعوانه البعثيين، خابت آمالنا من جديد بتجديد الظلم والاضطهاد على يد المحتل وبعض أعوانه الذين حكموا العراق طيلة الفترة التي امتدت بعد السقوط. فلم يتغير واقع الشعب العراقي إلا جزء يسير على يد بعض الوطنيين والمخلصين، وهذا لا يؤثر في التغيير بوجود أمواج الفساد الهائلة. لذا فمن واجب الوطني والديني والأخلاقي مناصرة سيد الإصلاح سماحة السيد القائد مقتدى الصدر عزه الله. وأشارك مع جماهير محافظة البصرة والشعب العراقي عامة في رفع دعوى قضائية لحل مجلس النواب العراقي الحالي ورسم مسار جديد لتصحيح العملية السياسية وانتشال الشعب العراقي من واقعه المرير إلى واقع تحفظ فيه كرامته وعيشه الرغيد في ظل حكومة صالحة وثروات يتمتع بها أبناء هذا الشعب لا سراقه الذين عاتوا في الأرض الفساد. وهنا أدعو كل من يحسن بي الظن والثقة، وكذلك أدعو أبناء عمومتي تلك العشيرة الأبية التي ما وقفت يوما مع باطل ضد حق، أن يؤازروا ثورة الإصلاح وأن يشتركوا في تصحيح مسار العملية السياسية بإقامة الدعاوى لحل البرلمان العراقي ودعم مشروع الإصلاح. فموعدنا اليوم في الساعة 5 عصرا لدعم ثورة الإصلاح المباركة، والله ولي التوفيق. أخوكم المواطن محمد طاهر التميمي، 13 من محرم الحرام 1444 هجري. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.